السلام عليكم. أول شيء يا أصدقاء لا تنسوا الصلاة على حبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومعنا اليوم يا أصدقاء سنقدم لكم تجربة للعبة ريزدنت إيفل 7 الخاصة بهواتف الآيفون، تجربة رائعة جدا، فلكي لا نطيل عليكم، فيلا بينا. فيا أصدقاء ها نحن ذا في هذه التجربة الجديدة والعملاقة، والكل يعرف هذه اللعبة بالطبع هي الجزء السابع من Resident Evil، فصراحة أفضل سلسلة من ناحية الرعب، من ناحية الأكشن، من ناحية الإثارة، الجيم بلاي، وبالأخص الرعب واللقطات الرائعة جدا في اللعبة. وهذه اللعبة كانت متوفرة على البلاي ستيشن والبي سي، والآن يمكن لأصحاب الموبايل، ليس الكل بل فقط البعض، يعني من يمتلك جهاز نظام iOS يعني آيفون بآخر حلة، يعني يكون مثلا الآيباد برو أو الآيفون على ما أعتقد 14 الجديد أو 15 الجديد، على العموم يعني أن يكون لديك آيفون نظام iOS بأحدث إصدار وأيضا بأحدث هاتف الخاص بهم، فكما تشاهدون معنا. وصراحة هذه التجربة تخيلوا معي يا أصدقاء أن صرنا نشاهد ألعاب هذا مثل هذا الجرافيكس وهذه التجربة على الهاتف، واللعبة متاح فيها التحكم عبر اليد التحكم، ومتاح فيها أزرار، الأزرار تظهر لك مثل أزرار البلاي ستيشن 4. نعم هي متواجدة داخل اللعبة، لا تحتاج إلى محاكي ولا إلى أي شيء، واللعبة متاحة على الأب ستور، يعني من ستظهر له اللعبة على الأب ستور فهنيئا لك، يمكنك تجربة اللعبة، يعني إذا ظهرت بدون مشكل لا يتوافق إصدارك أو شيء ما. على العموم يا أصدقاء هذه التجربة الخاصة بنا هي نوعا ما في الجرافيكس أقل نوعا ما، ولكن تجربة رائعة جدا. ها نحن ننظر معنا إلى السيارة الجرافيكس، ولكن صراحة اللعبة فيها حلة من الرعب رائعة جدا. يا أصدقاء سنترككم مع بعض الأصوات ومع بعض الجيم بلاي الخاص بهذه اللعبة، وشاهدوا معنا احترافية هذه الأزرار، صراحة أزرار يعني ليست كثيرة وفي نفس الوقت مهمة وسلسة. نتمنى أن يتم إطلاق حتى مثل هذه الألعاب، نريد أن نشاهدها حتى على هواتف الأندرويد. على العموم يا أصدقاء ندعكم مع بعض الجيم بلاي، لا تنسوا دعمنا باللايك وأن تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا إلى هذا الجيم بلاي الأسطوري.